سبب وفاة الفنان المغربي فتح الله المغاري؟ توفي الفنان المغربي الكبير فتح الله المغاري اليوم السبت تالي شتنبر الجاري. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن سبب وفاة الفنان يعود لتعرضه لأزمة قلبية حادة أصيب بها خلال الأيام القليلة الماضية، وأدخل إلى المستشفى العسكري بمدينة الرباط لتلقي العلاج، إلا أن الأطباء أعلنوا رسمياً عن وفاته قبيل ساعات من مساء اليوم السبت. هذا وأفاد المطرب والموسيقار المغربي عبد الواحد تطواني أن رائد الأغنية المغربية فتح الله المغاري وافته المنية مساء يومه السبت تالي شتنبر الجاري. وحسب تدوينة للتطواني، فإن فتح الله المغاري توفي بالمستشفى العسكري بالرباط بعد نقله إليه على إثر أزمة قلبية مفاجئة.